أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون. هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات دي انصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا مشاهدينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده معانا حلقه مهمه للغايه وحوار مهم جدا مع الدكتور احمد العطار، رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور احمد. الحجر الزراعي المصري يعتبر هو السد العالي في قطاع الزراعه، سواء للصادرات الزراعيه او الواردات الزراعيه. احنا معظم الحبوب بنستوردها من الخارج، فلكم جهود كبيره جدا في الحمايه من النبات الافات الضاره او الامراض الفطريه اللي ممكن تدخل مع الحاجات اللي بنستوردها. فالحجر الزراعي من اهم الادارات الموجوده في مصر. خلال السنه الاخيره او السنتين او السنه ونص منذ ظهور ازمه او فيروس كورونا، كان العالم كله تاثر بهذا الفيروس وكل القطاعات تاثرت بهذا الفيروس. عاوزين نعرف من حضرتك، باعتبار ان حضرتك الجهه المبصوره بصوره مباشره، يعني هي المسؤوله عن الصادرات الزراعيه المصريه، هل تاثرت الصادرات الزراعيه المصريه بفيروس كورونا زي باقي القطاعات، ولا في نمو في الصادرات الزراعيه المصريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكر حضرتك على الاستضافه. بدايه احنا عشان نقول تاثرت، لازم يكون في معيار نقيس عليه. الصادرات الزراعيه المصريه الحمد لله من 2017 وحتى الان هي في زياده مستمره، وفي نقدر نقول حصل فيها طفره كبيره جدا، واعتقد ان جميع الساده المزارعين والمصدرين يقدروا يلمسوا ده في الارقام وفي الكميات اللي بتتم تصديرها بالفعل. جينا في 2020 تحديدا نتيجه
أزمة كورونا لما حصلت وبدأ يبقى في غلق للمطارات وغلق للمواني، فهنلاقي أن في دول توقفت عن التصدير تماما، وفي دول حصل لها انهيارات اقتصادية قوية جدا بسبب الصادرات والعملة الصعبة عندهم تأثرت. منظمة التجارة العالمية لما تطلع وتقول أن نسبة الكساد في التبادل التجاري على مستوى العالم وصلت 35% وفي القطاع الزراعي والغذائي وصلت 25%، ونيجي نبص على صادراتنا المصرية هنلاقي أن الانخفاض في صادراتنا الزراعية من 2020 ل2019 يعني مقارنة ب 2019 هنلاقي لا يزيد عن 5%، فإحنا نقول أن ده يعتبر إنجاز كبير. حصل انخفاض بسيط ولكن هذا الانخفاض يعتبر إنجاز مقارنة باللي حاصل في العالم، كويس مقارنة بالأزمة نفسها وبخطورة الأزمة. مش بس كده، ده هو الانخفاض ده لما بقارنه بإيه؟ بقارنه بسنة اللي هي 2019 اللي كانت أعلى سنة في تاريخ الزراعة المصرية في الصادرات. يعني لو جيت قارنت بقى مثلا 2020 اللي فيها أزمة كورونا ب 2018، لا صادراتنا أعلى. ب 2017 لا، في 2020 أعلى. ب 2016 لا، 2020 أعلى. يعني في 2020 في السنة اللي كان فيها كورونا صادراتنا فيها هي أعلى من جميع السنوات السابقة بعد 2019. وبالتالي احنا لما بنقارن احنا بنحب دايما يعني زي ما بنقول بننافس انفسنا، فاحنا حققنا رقم قياسي كبير جدا في 2019 وعدينا 5.5 مليون طن صادرات زراعيه لاول مره في تاريخ مصر. فاحنا لما حبينا نقارن قارنا بمستوانا اللي احنا اتعودنا خلاص عليه، فلما قارنا بمستوانا اللي احنا وصلنا له هي اعلى نسبه، فلما قارنا بمستوانا لقينا ان احنا قلنا 5% بس، في حين ان العالم قل 25% ودول توقفت تماما. وبرضو عايز اوضح ان 5% دول ما كانوش بسببنا احنا، ان 5% دول بسبب الدول التانية، لان انت الدول التانية اللي قفلت انت عندك طيران، في دول قفلت الطيران فما بيش عارف تصدر لها. صحيح. وفي دول قفلت المواني البحرية والمنافذ البرية كتير، بالذات المنافذ البرية كانوا بيمنعوا السواقين ان هم يخشوا. فانت المنظومة هي تبادل تجاري، فلما يكون الدول خلال الازمة دي اكيد واجهتوا مشاكل كتير في الدخول، جهودكم بقى كحجر زراعي في انكم توصلوا للدول التانية وتدخلوا فيهم مع مفاوضات لفتح المنافذ علشان ننقذ المصدرين او الموردين على والله عايز اقول لحضرتك ان الحجر الزراعي في سنة 2020 عشان يتغلب على ازمة كورونا ونوصل للانجاز والارقام اللي انا بقولها دي، عايز اقول لحضرتك ان احنا بذلنا مجهود خرافي. في ناس في الحجر الزراعي ما كانوش بيناموا على مستوى العلاقات الدولية زي ما انت ما بتتكلم كده. عشان سؤال حضرتك، يعني اولا علشان نقدر نحافظ على صادراتنا الزراعية ونقدر نحافظ على نسبة الصادرات بالحجم اللي انا قلته ده، المهندسين كانوا شغالين 24 ساعة في المواني وفي المزارع وفي محطات التعبئة. ما وقفناش محطة، المحطات لما كان في حظر تجول الساعة 5 والساعة 6 سمحت للمحطات انها تطلب لجان ليلية، بقى المهندسين بتوعنا يروحوا بالليل يباتوا في المحطة ويشتغلوا بالليل وقت الحظر. يعني خلاص، ما هو مش هيعرف من الساعة 6 بالليل 6 الصبح ما يعرفش يتحرك، فيروح للمحطة الساعة 6 وردية تانية ويشتغل فيها لحد الصبح تاني يوم ويمشي بعد ما الحظر يخلص. فهو ده اللي خلانا نوصل، ما هو الوصول لهذا الرقم وهذه النسب وراء مجهود ضخم جدا من 2020 كان فيه قد ايه صادرات حجم الصادرات؟ 5.2 مليون طن. وطبعا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا قبل 2018 عمرنا ما وصلنا حتى 4.8 مليون، كان على طول اقل من 4.8. تجاوزنا 5 مليون في 2020 من اول 18 تجاوزنا 5 مليون. من اول 2018 واحنا تجاوزنا 5 مليون وما نزلناهاش تاني حتى في ازمه كورونا الحمد لله. بمناسبه الازمات دي، كان في ازمه الايام اللي فاتت ويعني بفضل جهود الحجر الزراعي تم حل الازمه، وهي ازمه صادرات الموالح للصين. الصين قفلت الاسواق بتاعتها على المنتج المصري. ايه سبب الاغلاق وايه الجهود اللي اتبذلت ووضعنا ايه دلوقتي؟ تمام، هقول لحضرتك على دي، بس عايز بس اكمل نقطه صغيره فيما يخص العلاقات الدوليه في ازمه كورونا اللي هو السؤال اللي حضرتك كنت ساله قبل كده. انا عايز اوضح حاجه مهمه جدا للناس مش واخدين بالهم منها، ان في خلال ازمه كورونا حصل ازمه في الطيران، وفي طيران كتير اتوقف. اي شحنه عشان تخش اي دوله محتاجه ان يكون معاها شهاده زراعيه اللي هو باسبور المرور اللي هو شهاده الصحه النباتيه، ومن غير شهاده زراعيه ما ينفعش الشحنه تسافر. لما الطيران وقف فالشهادات الزراعيه دي كانت بتتباع بالطيران، فما كانش كنا واجهنا تحدي ضخم جدا ازاي نبعت الشهادات وطبعا الموضوع ده عايز اقول لحضرتك ان هو كان كفيل ان هو يوقف صادراتنا بالكامل، زي ازمه الصين بالظبط اللي حضرتك بتسال عليها. لكن الحمد لله الناس عندنا زملائنا في وحده الصحه النباتيه اللي هي مسؤوله عن العلاقات الدوليه، بالتعاون مع زملائهم في المواني
عملنا منظومة في يوم وليلة اشتغلنا عليها، قعدنا شغالين جدا بطريقة متواصلة، ان يتم عمل اسكان لكل الشهادات الزراعية ويتعمل لها موقع على الانترنت وتحطت في فولدرات باسامي الدول، وتعمل باسورد لكل دولة ويوزر نيم لكل دولة عشان كل دولة تخش تتأكد من الشهادات بتاعتها على الموقع بتاع الحجر الزراعي. كل ده اتعمل في ظل الأزمة، يعني واحنا في تحول رقمي لحظي بالظبط في الأزمة، في النقطة دي تحول رقمي في النقطة دي. فطبعا يعني الزملاء اللي في زملائنا في الصحة النباتية واللي في المواني ما كانوش بيناموا عشان يقدروا يغطوا ده، يعني انت بتتكلم على مئات الالاف من الشهادات الزراعيه لازم يتعمل لها سكان وتتحط وتتحمل وتعملها ده وتتراجع، طبعا مجهود ضخم جدا. فيما يخص ازمه الصين بنفس القياس برضو، احنا كنا مهددين للاسف ان صادراتنا من الموالح للصين هذا الموسم تتوقف تماما. ايه السبب؟ صادرات حجم الصادرات بتاعتنا قد ايه للصين؟ حوالي الموالح. تقريبا ممكن نوصل 15% من صادراتنا بتروح الصين، يعني احنا بنصدر الموالح فيما يخص الموالح. يعني احنا بنصدر مثلا في الموالح حوالي 1,700,000 طن، منهم ما يزيد عن 200,000 طن للصين، وممكن احيانا تزيد عن كده كمان. فطبعا السبب. فالسبب اللي كان هيوقف التصدير ايه؟ احنا فوجئنا بالصين فجاه وبدون سابق انذار وعلى غير العاده، يعني على المستوى الدولي راحت مطلعه قرار ان اي شحنه تسافر لازم تتصدر لازم تكون من قائمه محطات، والمحطات دي تكون بتطبق اشتراطات الاحترازيه بتاعت فيروس كورونا، ويكونوا هم معتمدينها، يعني هم يكون الجانب الصيني معتمد هذه المحطات فجأة. والكلام ده على فكرة ما كانش على مصر بس، يعني المشكلة دي الأزمة دي حصلت معانا ومع ألمانيا ومع أمريكا ومع كندا، مع أكتر من 5 دول من الدول الكبيرة اللي بتصدر للصين. وبفضل الله باختصار احنا الوحيدين اللي عرفنا نحل الأزمة مع الصين على فكرة، يعني الدول دي فشلت لحد ما احنا حلينا الازمه، كانوا هم لسه ما عرفوش يحلوها، وكانوا ولجأوا للدبليو تي او لمنظمه التجاره العالميه عشان يشتكوا، وعملوا شكوى رسميه وعملوا نوتيفيكيشن ضد الصين و احنا ما عملناش كده خالص. احنا اشتغلنا بقى، احنا يعني قلنا مش هنقعد نخبط راسنا في الحيط ونحفر ونحفر، عملنا مزارع، رحنا المزارع واعتمدنا رحت تواصلنا مع الجانب الصيني وقلنا لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا لنا ده احنا عايزين كذا وكذا طبقا لاتفاقيه الوقايه النباتات. قلت لهم واحده واحده، طبقا لاتفاقيه وقايه النباتات واشعار الفاو اللي انتوا بتتكلموا عنه والحاجات الخاصه بالكوفيد 19 اللي انتوا طالبينه ده مش موجود في الاتفاقيه اللي انتوا بتقولوا عليها اساسا. فالحاجات دي حاجات خاصه بيكم انتوا. فالموضوع كان مستوى التفاوض كان على اعلى مستوى، كنا بنوضح لهم بندرس كل كلمه بيقولوها علشان نقدر نقلل سقف طموحهم. فانت لازم تكسر الاول في الطلبات، لان الطلبات اللي هم عايزينها مستحيله ما ينفعش تنفذ. فكسرنا سقف الطلبات رقم واحد وبدانا نقلل بالقانون وبالدبلوماسيه، وطبعا كان مكتب التمثيل التجاري بتاعنا في الصين كان هو الوسيط اللي بيننا وبين الجانب الصيني، لان الجانب الصيني بيحب المراسلات تكون من خلال السفاره. فكان كل حاجه بنبعتها للمجلس المكتب التمثيل التجاري وهو اللي بيبعتها للجانب الصيني والعكس. فبعتنا لهم من خلال مكتب التمثيل التجاري وتفاوضنا معاهم على هذا الامر، وقلنا لهم طيب احنا ممكن نعتمد المحطات طبقا للاشتراطات اللي موجوده بقى في الاتفاقيه اللي بتقولوا عليها دي فعليا مش اللي انتوا بتقولوه، ونقدر نعتمد المحطات بالشكل ده ونبعتها لكم. لكن المزارع كانوا عايزيننا نعتمد، لك ان تتخيل كانوا عايزيننا نعتمد كل المزارع اللي بتصدر للصين ونصور فيديوهات في المزارع دي لايف فيديو، يعني نعمل فيديو كونفرنس مع الجانب الصيني في المزارع، في المزارع ونوري لهم الاشتراطات وفي المحطات كلها. طبعا عشان انا اعمل فيديو في كل مزرعه واروح اصور لايف يبقى انا هقعد لي على الاقل 3-4 اشهر اعمل الكلام ده. صحيح. انا بتكلم في اكتر من 500-600 مزرعه واكتر من 100-120 محطه عشان اعمل الكلام ده، ده حق يرد به باطل. انت بتطلب مني طلب تعجيزي هعمله لك. صحيح. بس وبعدين هو المزارع بتاعتنا فيها انترنت، يعني انا لما اروح مزرعه في حته في الجبل شويه ولا في الجبل ولا في الصحراء من المزارع الموالح الكبيره ما ممكن ما يكونش فيها تغطيه، فاجي اعمل زوم معاك ازاي؟ طبعا تفاوضنا معاهم على الكلام ده ووصلنا في النهايه ان احنا هنعمل لهم ديمو لثلاث محطات وهم اللي يختاروهم، واحنا كافلين بان احنا نثبت لهم ان الثلاث محطات اللي هم هيختاروهم عشوائي بيطبقوا الاشتراطات اللي هم عايزينها وبناء عليه يعتمدوا بقيه المحطات. وافقوا على طلبنا، بس طبعا بعد مفاوضات طويله جدا وافقوا على الطلب، وتواصلنا بعتنا لهم القائمه اللي فيها المحطات، اختاروا منهم 3 محطات وبلغونا بيهم. تواصلنا مع المحطات بلغناهم الاشتراطات، بعتنا من الاداره المركزيه بعتنا لجان فنيه من الصحه النباتيه راجعت المحطات وراجعت الاجراءات اللي بتتعمل في المحطات، وكان في طبعا ملاحظات عملنا كل الملاحظات علشان تبقى كل حاجه زي ما الجانب الصيني عايز بالظبط، لان هم هيتفرجوا فيديو لايف. وعملنا وبعدين كان في الوقت ده كمان كان
وقت الازمه بتاعت الشبوره الصبح. فطبعا هم كانوا طالبين التصوير والفيديو كونفرنس تكون الساعه 9 الصبح، يعني معنى كده ان اللجنه بتاعت الحجر الزراعي عشان تروح في المحطه وتروح الساعه 7 تمشي الساعه 7، وكان في شبوره ما كانوش يعرفوا يوصلوا. تفاوضنا معاهم ان هم ناخر الميعاد ما رضيوش، فخلينا المهندسين بتوع الحجر الزراعي يباتوا في المحطه من قبلها بيوم، وخليت موظفين المحطه والمهندسين بتوع المحطه يباتوا جوه المحطه علشان الصبح بدري يبقوا جاهزين، عشان ما اديش فرصه للجانب الصيني ان يمسك اي غلط. احنا عايزين نجيب جون، داخلين هنجيب جون، احنا هي فرصه وجبنا الجون. وجبنا الجون الحمد لله وخدنا الكاس. الحمد لله. في عاوزين بس بالترتيب صادراتنا الزراعيه وضعها ايه دي حتى الان؟ احنا الحمد لله حتى الان في 2021 الصادرات ماشيه بمستوى كويس جدا مقارنه بالعام الماضي. يمكن احنا في اول شهرين اللي هو يناير وفبراير يمكن صادراتنا اعلى شويه من يناير وفبراير في 2020، على الرغم ان ما زالت الازمه موجوده على فكره. يعني انا مش عايز الناس تفتكر ان احنا في 2021 ازمه كورونا انتهت، لا احنا كلنا شايفين طبعًا ازمه كورونا ما زالت موجوده وفي دول كتير جدا قافله. يعني الكويت اغلقت النهارده لسه من 5 ساعات بالظبط ومعرضين لاي اجراء، لكن احنا كحجر زراعي احنا شغالين زي ما قلت لحضرتك بنفس الكفاءه. احنا على فكره حتى في العام الماضي احنا ما عملناش تخفيض عماله زي كل جهات الدوله. احنا اعتبرنا ان الحجر الزراعي ده جهاز حيوي، وطبعا انا بشكر مهندسين الحجر الزراعي على هذا، لان ما فيش ولا مهندس من الحجر الزراعي عمل تخفيض عماله ولا مثلا خد اجازات استثنائيه الا لو حد لا قدر الله كان مصاب. انما كلنا كنا بننفذ الاجراءات الاحترازيه وشغالين. وفي العام الحالي نفس الكلام، ما عندناش اجازات استثنائيه للمهندسين، شغالين كله بكامل طاقتنا. فالحمد لله الصادرات شغاله كويس. احنا يمكن تخطينا حاجز 1,000,000 طن في خلال اول شهرين، يعني يناير وفبراير. احنا النهارده تحديدا احنا النهارده تحديدا 1,172,000 طن، فده اجمالي صادراتنا من اول السنه حتى الان، وده رقم كويس جدا. يمكن يزيد شويه عن بتاع السنه اللي فاتت في نفس الفتره، بس بيزيد حاجات بسيطه يعني. يتقدمها طبعا الموالح، وبعدين يليها البطاطس، وبعد كده البصل، ثم بقى بعض المحاصيل الاخرى زي الفراوله والعنب لسه ما بدأناش طبعا، فراوله والثوم والخضار. ملف مهم جدا، وهو يعني محل جدل مستمر، مش السنه دي، السنه اللي قبلها والسنين اللي فاتت، وهو ملف تقاوي البطاطس. الناس بتشتكي ان الكميات اللي بتدخل اعلى من الاحتياجات، مفيش ضبط للسوق، فده بالتالي بيأثر تأثير كبير جدا على الكميات او على الانتاجيه بتاعت المحصول البطاطس، وبالتالي في عرض اكتر من الطلب، وبالتالي السعر بينزل بيوصل اقل من جنيه. عاوزين نعرف ايه تفاصيل ملف البطاطس. طيب. وايه اسبابه، وهل ممكن نحط محددات او معايير معينه علشان نضبط سوق البطاطس، سواء استيراد التقاوي او كميات المنتجه؟ لو هنتكلم على ازمه البطاطس، طبعا يعني ما حدش ينكر ابدا ان مزارعين البطاطس في العام الماضي 2020 مروا بكارثه، مش ازمه، كان في كارثه في زراعه البطاطس في العام الماضي. بس احنا علشان نتكلم عن الحلول لازم نشوف اسباب المشكله عشان نعرف نعالج صح، عشان ما نعالجش بطريقه تجيب نتيجه عكسيه ويطلع مشكله اكبر من المشكله اللي قبلها. الناس اللي حصرت المشكله او قصرت المشكله على انها خاصه بالتقاوي، هذا كلام غير صحيح وغير علمي بالمره. ليه؟ لو احنا بصينا للتقاوي اللي بتدخل مصر من سنه 2014 حتى الان، انا طبعا عملت دراسه كامله في القضيه بتاعه البطاطس دي، فمشكله البطاطس بالارقام وبالحسابات وبكل حاجه. لو شفنا مستوى كميات التقاوي اللي بتدخل مصر من 2014 حتى 2020 لحد السنه دي، هنلاقي ان السنه اللي فاتت التقاوي اللي دخلت كانت في مستوى الطبيعي بتاع كل سنه، مفيش يعني ما احنا مستوردين 134,000 طن، بعد الاعدامات كانوا حوالي 133,000 طن. 133,000 طن احنا في سنوات سابقه كنا بنوصل 160,000 و150,000 و147,000 و140 و145، وما حصلش ازمه في البطاطس. طب يبقى اذا المشكله مش في التقاوي لوحدها. انا مش هقول ان المشكله مش في التقاوي خالص، لا، بس 100% لا. بس التقاوي عامل، وهو اضعف عامل في الموضوع. ككميه التقاوي اللي بتخش هو اضعف عامل في الموضوع، بل بالعكس كمان هوضح لحضرتك ليه. انما لما نيجي نشوف بقى سبب المشكله كان ايه، احنا كان عندنا انتاجيه الحمد لله السنه اللي فاتت لما جينا بصينا في كميات الزراعات ومتوسط انتاجيه الفدان، متوسط الانتاجيه كان عالي، ودي حاجة كويسة جدا، ودي حاجة في صالح المزارع طبعا. يعني المزارع، وفي صالح وزارة الزراعة اللي هي دورها انها تقدم تقاوي كويسة عشان تدي انتاجية كويسة. والحمد لله كل المزارعين عارفين، وكل الناس اللي بتشتغل في مجال البطاطس عارفة، ان الحمد لله بفضل الله في 2018 في اخر 2018 احنا عدلنا كل قواعد استيراد التقاوي البطاطس اللي هي القواعد الفنية، تعرضنا الى حرب لا يتخيلها احد علشان خاطر القيود والتشديدات اللي احنا شديناها عشان نجيب بطاطس كويس، عشان نجيب تقاوي ممتازه. ونجحنا،
وبالتقاوي اللي بتيجي دلوقتي ما كانتش بتيجي من 10 سنين. بس يعني اسعارها غاليه جدا يا دكتور. ما هو يعني الاسعار دي بيوصل. الاسعار دي ليها اسباب تانية ممكن نتكلم فيها كاسعار التقاوي نفسها. وده برضو يتعارض مع الطلب اللي بيقول حددوا الكميه. ما احنا لو حددنا بقى الكميه الاسعار هتزيد اكتر. لازم نبقى عارفين كده ان احنا لو حددنا الكميات الاسعار هتزيد اكتر وهتبقى كارثه اكبر. فانا دلوقتي المشكله كانت ايه السنه اللي فاتت؟ انا كان عندي انتاجيه وفيره، كان عندي تقاوي اتزرعت كويسه وادت انتاجيه كويسه، الاراضي كانت مزروعه زياده، ما كانش حد متوقع ان يحصل ازمه كورونا، لان في العروه الصيفي في بدايه الناس زرعت في شهر نوفمبر وديسمبر واكتوبر ويناير 2019، اكتوبر 2019 ما كانش لسه في حاجه اسمها كورونا ولا كان حد عارف حاجه، ولحد يناير حتى الناس اللي زرعوا متاخر ما كانش حد عارف ان في كورونا، ده كان يا دوبك كام حاله كده في العالم كله. صحيح. ما كانش لسه في ازمه، الازمه بدات في مارس 2020. ففي الفتره دي الناس زرعت كويس وكانت متوقعه مستبشره موسم حلو جدا. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الانتاجيه بقت كويسه، لكن جينا في 15 مارس زي ما كل الناس عارفه حصل اجراءات احترازيه قويه جدا، السياحه وقفت، المطاعم قفلت، كان بقى في حظر تجول، كل الفنادق والحاجات طلب على المحصول ألف، المصانع قفلت، فالسحب قل بنسبه اكتر من 30-40%. فانت بقى عندك محصول زياده والسحب قل عن الطبيعي، فشيء طبيعي جدا طبقا لقواعد العرض والطلب ان المحصول يقل يقل ثمنه. لو انا جيت قلت كمان هروح مقلل كميات التقاوي، طب انا لو قللت كميه التقاوي هرفع تكلفه الزراعه على المزارع، وبالتالي هيعمل مشكله تانية. السنه دي اللي حصل ايه بقى في الموسم الحالي بتاع التقاوي؟ الحمد لله السنه دي اللي تم استيراده هو فقط 110,000 طن، مش السنه اللي فاتت كنا مستوردين 135. السنه دي استوردنا 110 فقط. قلت ليه؟ لان المستوردين نفسهم لما لقوا ان الازمه دي حصلت فكانوا طبعا عارفين، احنا عارفين مدين موافقات باكتر من كده بكتير، لكن الناس نفسها لقوا ان مفيش سوق والمزارعين، وطبعا انا بحيي المزارع على النقطه دي لان المزارع هو اللي عمل ده. يعني المزارع بتاع البطاطس بوعيه هو اللي اجبر المستوردين التقاوي ان هم ما يستوردوش كميات كبيره، لان لو كان المزارع اشترى كده عمياني وخلاص كان في الحاله دي ان هيبقى في زياده زي ما حضرتك قلت، وهيبقى في اغراق في التقاوي وكان هيحصل برضو ازمه. انما المزارعين انا بحييهم في موضوع البطاطس، في زراعه البطاطس الموسم الحالي هم قللوا زراعتهم وبناء عليه المستوردين تراجعوا، ولقينا ان الكميه اللي وصلت 110 فقط، واحنا كحجر زراعي رفضنا منهم 3000 طن كاشتراطات حجريه، كرفض حجري. يعني اللي دخل سوق مصر السنه دي فعليا 107 فقط، اللي هم كانوا المزارعين بيطلبوا بيه، يعني اللي محتاجينه، اللي هم كانوا بيطلبوا، كانوا بيقولوا احنا عايزين العدد ما يعديش ال 110، احنا جبنا 107، اللي دخلوا فعلا 107. فاذا حصل اهو بوعي المزارع وباراده المزارع المصري وبارادته حصل ان وانا يعني زي ما قلت انا بحب دايما انسب الفضل لاصحابه، فالامر في هذا في الموضوع ده يرجع الى وعي المزارعين، وانا بشكرهم على ذلك. الحل لازمه اسعار البطاطس ببساطه هو طبعا زي ما قلت لحضرتك المشكله هي كانت ازمه كورونا، فهي مش هيبقى ليها حل دلوقتي، او يعني نقدر نقول احنا بنعمل حلول فعليا على ارض الواقع اللي هي فيما يخص الصادرات، ان احنا بنحاول بنحارب علشان الصادرات ما تقلش. هل في شغل ان احنا نفتح سوق شغالين جديده طبعاً للبطاطس؟ شغالين على اسواق، احنا شغالين على الصين وعلى اليابان وعلى اسواق كبيره جدا عشان نفتحها للبطاطس، ودي هتسحب كميات كبيره جدا. بس ان احنا نستمر في كميات صادراتنا بالتحديات بتاعت كورونا عشان ازمه كورونا ما توصلش كمان للصادرات، ده تحدي في حد ذاته كبير جدا، واحنا شغالين عليه علشان ما يقلش الصادرات. فده حل من اهم الحلول، وده يعني اثر في الفتره الاخيره شويه على في الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا دول. صادراتنا من البطاطس الحمد لله ماشيه كويس في بدايه الموسم اهو، واسعار كويسه. خلي بالك السنه اللي فاتت في 2020 احنا كميات البطاطس المصدره كانت هي يعني ما قلتش عن السنه اللي قبلها، لكن كان اسعارها قليله جدا، فكان التصدير لكن السنه دي لا عالي شويه. سعر التصدير سعر التصدير اعلى من السنه اللي فاتت شويه، فده سحب شويه فرفع الاسعار عند المزارعين شويه. هل يعني ممكن نبشر المزارعين بتوع البطاطس ان في اسواق خلال الفتره الجايه ممكن تفتح تاني لمحصول البطاطس؟ ان شاء الله انا ابشر المزارعين ان شاء الله ان السنه يعني السنه دي هتكون احسن من السنه اللي فاتت بكل المعايير بكل المقاييس. موضوع تاني مهم جدا وهو يعني من اهم المحاصيل الاقتصاديه في مصر وهو الفراوله. حضرتك عارف ان مصر من اكبر الدول اللي بتصدر فراوله فريشة او مجمده. عاوز اعرف من حضرتك يعني كان اليومين اللي فاتوا كلام ان كان في شغل بين حضرتك حاجر زراعي وبين برنامج فلوريدا، البرنامج الدولي لتربيه وتعجين الفراوله بجامعه فلوريدا، في انه الاسعار بتاعت شتلات الفراوله
تنزل باسعار قليله وصلت 7 جنيه. كمان في شغل في توثيق وتسجيل الاصناف الخاصه ب شركه اكلاند اللي هي واخده البرنامج الحصري بتاع فولارد. عاوزين نعرف كواليس الموضوع ده والمفاوضات اللي تمت ودورها في دعم المزارع المصري. طيب بالنسبة للفراولة خلينا نقول ان جامعة فلوريدا الاصناف اللي هي بتصدرها لمصر كشتلات بتمثل اكتر من 98% تقريبا من الصادرات المصرية من الفراولة. بمعنى ان احنا الاصناف دي هي اللي وراء زيادة صادراتنا من الفراولة بمنتهى الامانة، سواء كانت فراولة طازجة او مجمدة، لان الفراولة المصنعة برضو بتستلزم ان يكون صنف كويس عشان بتتقطع، هي ما بتسافرش ما بتتصدرش مربى، دي بتتصدر فراوله مقطعه بس مجمده. فلازم يكون صنف كويس. فخلينا نتفق بدايه ان الاصناف بتاعه جامعه فلوريدا هي ليها دور كبير جدا في زياده صادراتنا من الفراوله الطازجه والمجمده. احنا دلوقتي محتلين المركز الاول تقريبا في العالم في الفراوله المجمده، وطبعا صادراتنا الفراوله الطازجه برضو بننافس فيها على اعلى مستوى، يعني احنا حصان اسود في صادرات الفراوله على مستوى العالم الحمد لله ان شاء الله. فطبعا اصناف جامعه فلوريدا هم تقريبا حوالي 7 اصناف تقريبا، 7 اصناف الموجودين في مصر، اللي موجودين في مصر واللي هم بيتمتعوا بمواصفات عاليه طبعا، كل يعني يمكن 6 منهم هم اللي بيشتغلوا اكتر من الباقي. الاصناف دي مسجله بالفعل في وزاره الزراعه، ومسجله بالفعل في مكتب حمايه الاصناف النباتيه بالاداره المركزيه لفحص واعتماد التهاوي. طبعا انا راجعت المكتب وراجعت الاصناف دي مع المكتب حمايه الاصناف، ولقيت ان فعلا الاصناف دي محميه. طيب معنى ايه يعني ايه الاصناف محميه؟ احنا عندنا قانون في 2002، قانون حمايه الملكيه الفكريه. والقانون ده بيدي الحق لصاحب الصنف اللي هو قام بتسجيله في الدولة وخد شهادة حماية عليه زي ما حاصل مع جامعة فلوريدا كده، ان هو لازم يكون ليه نسبة من اي عملية تجارية تتم على هذا الصنف، وده القانون، ده القانون بتاعنا احنا في مصر. بس للأسف من ساعة الصنف ده الاصناف دي ما اتسجلت في مصر للأسف الناس اللي بتلتزم بالقانون في هذه النقطة نسبة ضئيلة جدا من المصدرين اللي هم بيصدروا فراولة، ومن المزارعين ما فيش حد خالص بيلتزم، يعني ما فيش حد خالص من المزارعين بيتوخى ان هو يشتري الشتلة من مكانها الاصلي. اللي بيستوردوا الشتلة من جامعة فلوريدا الاصلية قليلين جدا، وفي ناس هنا ناس هنا بتكسر، وللأسف يعني يؤسفني ان انا اقول ان في ناس بتكسر بطريقه غير قانونيه، يعني بطريقه غير رسميه. ما انت من حقك انك تكسر برضو بالتعاون مع جامعه فلوريدا، تقدر تتعاون معاهم يبعتوا لك الاصل باول جيل وتكسره مره، انما اللي بيكسر هنا حتى بيكسر بطريقه غير قانونيه وما بيكتبش على الصنف اسمه الحقيقي. ده بيقول لك ايه، يسميها اي صنف تاني، بيسموها منتخب اصناف منتخب، فراوله منتخبه، الفهلوه بتاعت المصريين للاسف. يعني طبعا الكلام ده كله مخالف، بس احنا كدوله ما نقدرش نعمل رقابه على كل ده، لان ده الحاجات دي بتتم تحت السلم. المزارع بيروح يجيب الحاجه من مشتل، احنا مش مشتل معتمد، احنا المفروض نوعي المزارع، نوعي المزارع ده غلط، وفي جهات رسميه المفروض تشتري منه. فبنقول للمزارع بنقول للمزارع، وانا بنصح المزارعين لمصلحته رقم واحد ان هو يشتري الشتله من مصدرها الرئيسي اللي هو جامعه فلوريدا. وعشان نوصل لده تواصلنا مع جامعة فلوريدا وقلنا لهم خلاص احنا هنحملكم اصنافكم وهنساعدكم في تطبيق القانون. طبعا انا نسيت اقول ان مصر وقعت على اتفاقية اليوبوف لحماية الاصناف النباتية العام الماضي، وبالتالي بقى عندنا التزام دولي امام العالم بان احنا لازم نبدي للعالم بان احنا بنحترم حقوق الملكيه، وان مصر دوله مش صغيره، ما ينفعش ان احنا إن يبقى في اجراءات بتتم والاجراءات دي تكون بتخالف القانون المصري والاتفاقيات الدوليه، ما ينفعش. صحيح. فلما كانت بتتم في الخباء في الخفا كده ما بين مزارع ومشتل من غير ما احنا نعرف كدوله ومن غير ما يبقى في اتفاقيات دوليه ما كناش بنقدر نحكمها، انما لما نلاقي نفسنا موقعين على اتفاقيات دوليه وبدا يبقى في اختراط رفض بتيجي من دول بره ان لا انتوا بتصدروا لنا فراوله والفراوله دي ليها حقوق ملكيه فكريه عند جامعه فلوريدا، والناس اللي انتم مصدرين دول مش من الوايت ليست بتاعت الجامعه. فده بدانا نحس ان في اساءه لسمعه الصادرات الزراعيه، وده ممكن ياثر بالسلب على صادراتنا. ففي الحاله دي تدخلت انا كحجر زراعي وقلت يا جماعه ما حدش هيصدر. هو بالفعل في ناس من الشركات اللي بتصدر فراوله مسجله بالفعل في جامعه فلوريدا رسمي بصفه رسميه، وبتدفع حقوق الملكيه الفكريه وكل حاجه. احنا كحجر زراعي ما لناش علاقه بالفلوس ولا لنا علاقه بحقوق الملكيه الفكريه كماديات او كده في الاول. احنا قلنا بس المهم انك انت تكون مسجل في القائمه البيضاء بتاعت الجامعه. فطبعا فوجئنا ان في ناس مسجله بالفعل وفي ناس كتير مش مسجله. فطبعا انا قلت لهم لا انا اسف، ما حدش هيصدر الا المسجل علشان
سمعتنا بره، اشتغلنا عليه بالفعل عشان سمعتنا بره، واشتغلنا بالفعل ونفذنا ده، وبقى ما فيش حد بيصدر فعلا دلوقتي الا على الاقل الفراوله الطازجه. طبعا الحجر الزراعي بيفحص 100% الفراوله الطازجه، المجمده بنفحص منها كميات صغيره. فاللي تحت سلطه الحجر الزراعي نفذنا القانون المصري والاتفاقية الدولية. طب احنا معانا الدكتور فهيم قرى، مدير البرنامج الدولي لتربية وتهجين الفراولة بجامعة فلوريدا. دكتور فهيم، مساء الخير يا استاذ شعبان، ومساء الخير يا معالي الدكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك يا دكتور. عاوزين يعني احنا اتكلمنا مع الدكتور احمد على موضوع شتلات الفراولة وتسجيلها وقانون اليبوف وحماية الاصناف، يعني عاوزين تعليق من حضرتك باعتبار ان حضرتك الطرف الثاني في هذه القضية. أنا والله بس عاوز أقول كلمة حق، وأعتقد إن كل مصر وكل فرد في مصر يوافقني على الحكاية دي كويس جدا. الدكتور أحمد العطار من الناس اللي عملت نقلة زراعية تصديرية مع معالي الوزير في الفترة اللي هو تولى فيها الحجر الزراعي. شكرا. ده في اتفاق عام عليه. بس يعني مجاملة عشان اللي حصل في موضوع الفراولة بذاتها، يعني انما والله العظيم شهادة حق لكل المحاصيل الزراعية وسمعة مصر التصديرية وكيانها وقيمتها. انت ما بتحسش ده الا لما بتحضر مؤتمرات عالمية وبتقعد وبتسمع وتشوف. صحيح. النقلة دي ثبتت دي. صحيح. معالي الدكتور احمد بيقول ان احنا عندنا 7 اصناف، فعلا انا بعت له 7 اصناف مسجلين، احنا عندنا 9 اصناف في مصر. ونتيجه المجهودات اللي الدكتور احمد العطار عملها مع الوزاره السنه دي في اجراءات التسجيل في مكتب الحمايه المصري دلوقتي في حوالي 7 اصناف جديده من الفراوله، دي نمره واحد. الحاجه الثانيه في برنامج كامل للموالح برضه بناء على تعليمات الدكتور احمد لما قعدت معاه وقال لي احنا محتاجين اصناف موالح، كل برنامج جامعه فلوريدا حوالي 13 صنف موالح. اول صنف نازل الاسبوع اللي جاي هيبقى على ارض مصر اللي ما راحش لاي حته في الدنيا، ده سيدلس من غير بذور. برضو ده حاجه كويسه جدا، ده صنف موالح يا دكتور. حاجات ثانيه موالح تصديريه نازله بناء على الحاجات والاجراءات اللي تم اتخاذها بحمايه حقوق هذه الاصناف في مصر. التصدير اللي حصل بالنسبه للفراوله السنه اللي فاتت مع كل الازمات اللي حصلت في كورونا والى اخره، زي ما الدكتور احمد بيقول لك السنه اللي فاتت احنا الاول في الهاي كيو اف في المجمد ب 140,000 طن، السنه 2020 احنا زدنا 20% في الصادرات في المجمد، احنا مصدرين 163,000 طن. ومعالي الدكتور احمد عنده النتائج دي كلها. مفيش دوله في العالم زادت في تصديراتها او في صادراتها في ظل الظروف اللي احنا فيها دي الا مصر. ودي طبعا الحمد لله الاصناف بتاع جامعه فلوريدا عشان الجو والناس اتعودت عليها وعارفه تزرعها كويس. دي لها دور كبير جدا 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 فيها. اتمنى ان كل مصدر وكل مزارع ياخد التعليمات من الدكتور احمد او من وزاره الزراعه بجديه، احنا بنعمل كلنا لصالح البلد، مش بنعمل ما بنعملش حاجه غلط. هو صحيح. مره بعد مره مش جديده عليه بس هيتعود عليها. طب بخصوص الشتلات في مطار ولا في مينا ولا حاجه، ما دي مشكله بالنسبه للصادرات المصريه. بخصوص تسجيل الشتلات هنا وحمايه الاصناف يا دكتور، يعني ده هل ممكن من خلاله نزود عدد الاصناف اللي من جامعه فلوريدا لمصر والمزارعين مصر؟ طبعا مجرد ان الاجراءات دي اتخذت السنه دي باذن الله في خلال اسبوعين ثلاثه احنا منزلين تقريبا 1.8 مليون شتله مصر. الدكتور احمد العطار برضو اتكلم معايا وضغطنا على الشركه، نزلت سعر الشتله من 10 جنيه ل 7 جنيه، وقلت له لو الناس حجزت شتله من مصدرها الاصلي ممكن ننزلها كمان اقل من كده، مفيش ادنى مشكله. الحاجه الثانيه ان احنا ابتدينا اجرنا ارض السنه دي عشان نعمل فيها مشتل مركزي في مصر يبقى كل الاصناف اللي موجوده. اتفقت مع جامعه فلوريدا ان التجارب لاقطاع الاصناف الجديده من الاي 0 والاي 1 والاي 2 تبتدي في مصر. مش هتبقى بس مشتل، لا هيبقى زي مركز بحثي تجريبي تجاري
بكل الاصناف بكل المقاييس. وان شاء الله ان شاء الله يعني احنا نزور المشتل ده لما يتم انشاء. وانا بشكر حضرتك جدا دكتور فهيم قورة مدير البرنامج الدولي للتهجين وتربيه الفروة بجامعه فلوريدا، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. دكتور احمد، يعني انا شايف اني على مستوى الشتلات الفراوله او مستوى الفراوله والمحصول ده باعتباره من اهم المحاصيل، الحقيقه فيه انجاز كبير جدا خاصه قدام الجهات الدوليه. طبعا هو زي ما الدكتور فهيم كده قال، احنا لما تواصلنا مع الجامعه وقلنا لهم يعني حاولوا تخفضوا الاسعار بتاعه الشتلات، كان علشان كده احنا بنحاول من ناحيتنا نحمي حقوق الجامعه وحقوق الملكيه الفكريه ونطبق الاتفاقيات الدوليه ونطبق القانون المصري والقانون الدولي، وفي نفس الوقت عايزين نساعد المزارع. فالمزارع من مصلحته انه ياخد الشتله الاصليه، لان الشتله الاصليه هتدي له انتاجيه اعلى، نسبه امراض اقل، جوده اعلى بكتير جدا، مش بس في الكميه، في الكميه والجوده. فهو مستفيد من كل النواحي. لما المزارع يلاقي ان هو هياخد جوده اعلى وكميه افضل ومصدر موثوق فيه ويعرف كل حاجه، وكمان خفضنا له السعر بتاعها مع مصدرها الاصلي، خليناها 7 جنيه كان السنه فاتت 18، فخليناها 7 جنيه السنه دي، وكمان في اتفاق مع الجامعه ان لو المزارعين التزموا زاد العدد زاد هنخليها كمان 5 جنيه، هي بتتباع هنا ب 3 جنيه ونص اللي هي المكسوره البايظه اللي هي الفاشله. فاحنا هو ده هدفنا. فخلينا نقول ان احنا نتفق ان احنا لمصر لما بتلتزم بالقواعد وتلتزم بالقانون وتحمي حقوق الناس، ده بينعكس مباشره على المزارع. والحمد لله الناس لمسه ده، والمزارعين اعتقد بتوع الفراوله هيلمسوا ده الموسم ده والموسم الجاي ان شاء الله. طيب احنا قبل ما نتكلم في الاسواق الجديده اللي تم يعني فتحها ونجحنا في فتحها خلال الفتره الاخيره، معانا بس مداخله من احد المزارعين، معانا الاستاذ احمد فريد من كفر الشيخ. استاذ احمد، الله يكرمك استاذ شعبان. اتفضل يا فندم. احييك واحيي الدكتور احمد، والدكتور احمد من الناس المحترمه، والبرنامج بتاع حضرتك يعني من البرامج المهمه في مجال الزراعه. شكرا جزيلا لك. الله يخليك، الله يكرمك. بالنسبه انا بس عايز اوجه بس رساله للدكتور احمد، وهي استغاثه، ويا ريت حضرتك تديني ايه الفرصه ان انا اتكلم فيها. دقيقه بس مع حضرتك، اتفضل. يا ريت خليها 3 دقايق يا استاذ شباب. لا كتير الوقت، دقيقه احنا كنا اتكلمنا دلوقتي، اتفضل. بالنسبه يا دكتور احمد احنا فلاحين مصر يعني بنحب حضرتك وبنعز حضرتك، لان انت من الناس المحترمه ومن الناس اللي بتخاف ربنا. الله يخليك، انا بحبكم والله جدا. الله يعزك. بس يا دكتور احمد، فلاحين مصر بقالهم سنه مفيش منتجات في منتجات الخضار بتاعتهم بتتباع. البرنجال بنبيع البرنجال النقله 2 طن ونص ب 300 جنيه. البطاطس الطن ب 350 جنيه. العدايه الطماطم بتكلف جامع لغايه ما تروح السوق 20 جنيه و25 جنيه بتتباع ب 15 جنيه. شركات الكهرباء رغم ان انا مثلا باجر وعليا التزام للكهرباء، شركات الكهرباء بتلزمني ان انا ادفع الكهرباء بتاعتي في ميعادها، وانا ما اناش لاقي ااكل عيالي، وبيفصلوا عني الكهرباء علشان ان انا متعسر في دفع الكهرباء. انا بقول لحضرتك يا استاذ يا دكتور احمد، فين واجب وزارة الزراعة ان هي تقف جنب الفلاح وتسنده في منتجاته في تسويقها؟ جميع الخضار يا دكتور احمد مضروب بالجزمة وبيتأكل للبهايم له سنة. جميع اصناف الخضار، اذا كان فلفل، اذا كان شطة، اذا كان كوسة، اذا كان طماطم، اذا كان برنجان، اذا انا عايز اعرف وزارة الزراعة واجبها بالنسبة لنا احنا ايه؟ تمام يا حاج احمد، شكرا جزيلا لك يا استاذ احمد فريد من كفر الشيخ. طبعا بدايه يعني انا بشكر حضرتك على المداخله، وانا متفق معاك فعلا، يعني مش هجادلك في النقطه دي. فعلا احنا مزارعين مصر في هذا العام عانوا بشده، وخاصه في المحاصيل اللي هي الحوليه خضار. اللي هي الخضار، لان طبعا الخضار بيتزرعوا وبيطلعوا ورا بعضه. ففعلا بس زي ما قلنا احنا بنمر بعام استثنائي. يعني هل الازمه يعني دي بسبب ازمه كورونا 100% ولا 100%؟ لان دلوقتي احنا خلينا نقول ان وزاره الزراعه علشان تساعد في التسويق ده صعب شويه. اولا ده مش دور وزاره الزراعه، لان هي وزاره الزراعه دورها تساعد في الانتاج، وده عندك حق فيه. احنا نقدر نرفع طلبات حضراتكم لمعالي الوزير بدعم المزارع او بتكثيف الدعم اللي بنقدمه للمزارع، من خلال ان احنا نحاول نتدخل في مع من خلال معالي الوزير
يتدخل في وتوصيل طلباتكم في موضوع الكهرباء، موضوع السولر، موضوع كل ما هو التسويق، اهم حاجه التسويق، كل دكتور، لان كل المزارعين بيعانوا من نقطه التسويق. التسويق بقى، فيما يخص التسويق، احنا كان في مقترح ان يتم تشكيل اللجنه العليا للبطاطس، واللجنه العليا هتبقى برئاسه وزير الزراعه، وهيبقى فيها عضو بعضويه، ده مقترح يعني لسه ما اتنفذش. واحنا اقترحنا ان اللجنه دي، المقترح ده كان مقدم من جمعيه البطاطس، وهو كان مدعوم يعني احنا كنا داعمينه، بس احنا اضفنا عليه شويه تعديلات. واحنا اقترحنا ان يكون اللجنه دي فيها معالي وزير التموين وفيها معالي وزير التجاره، لان دول اللي مسؤولين عن التسويق الداخلي وعمليات التسويق، وايضا الجهات المعنيه في وزاره الزراعه. اللجنه العليا دي هتقوم، هل هتكون على البطاطس بس ولا كل المحاصيل؟ هي اللجنه دي هنبدا بالبطاطس باعتبار ان هو اكبر محصول استراتيجي في الخضر. والله لو نجحت نقدر نضم لها محاصيل اخرى لو لقينا الازمه، لان برضو ازمه البطاطس غير المحاصيل الثانيه، لان الكميه اللي انت بتزرعها من المحاصيل الثانيه مش زي الكميه اللي بتزرعها من البطاطس، فحجم الازمه مختلف. فاحنا بنقول ان احنا في مقترح مقدم فعلا لمعالي الوزير، في مقترح برضو ايضا احنا تقدمنا بيه ان يتم تخفيض او دعم مدخلات الانتاج للناس اللي هي تضررت في هذا العام، سواء كان أسمدة، سواء كان مبيدات، سواء كان كهرباء، سواء كان محروقات، والمقترح فعلا عند معالي الوزير وقائد الدراسة، وإن شاء الله أنا متأكد أن معالي الوزير لن يتأخر أبدا، لن يتأخر معالي الوزير في دعم هذه المقترحات علشان نساعد الفلاح، وإن شاء الله الأزمة دي تعدي وإن شاء الله مصر بخير. بالنسبة للزراعة العضوية ودورها في دعم الصادرات الزراعيه، قبل ما اخد تعليق حضرتك، معانا الدكتور محمد فتحي سالم، استاذ زراعه حيويه في جامعه السادات. دكتور محمد، اهلا بيك يا جعان بيك. اهلا بحضرتك دكتور محمد. الزراعه او الزراعه العضويه ودورها في دعم الصادرات الزراعيه المصريه، مصر من الدول المتميزه جدا في الصادرات الزراعيه، واحنا معانا الاستاذ الدكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي. عاوز اعرف من حضرتك يعني ازاي ممكن تساهم الزراعه الحيويه او الزراعه العضويه او الزراعه النظيفه في دعم الصادرات الزراعيه المصريه. قبل ما ابتدي كلامي لازم احيي الدكتور احمد عطار وكاتبته في الحجر الزراعي. الراجل ده انا لسه والله ما اعرفه شخصيا، بس لازم اقول لك الاجانب بيقولوا في حقه ايه في غيابه، يعني انا والله ما اتفقش شخصيا، بس لازم اعرفك الدكتور احمد عطار وكتيبه عنده من الحجر الزراعي فتح حقيقي اسواق للصادرات المصريه في الصين وفي اليابان وفي البرازيل. حقيقي. ودي دول غير مسبوقه يا استاذ شعبان ان مصر صدرها حصاد زراعيه، ده في اخر سنتين. حقيقي. الثانيه في تقرير صادر الاتحاد الاوروبي من حوالي ست ايام. وعايز ابعته لك برضه، الاتحاد الاوروبي بيقول ان مصر صدرت ما يقرب من 78,000 طن بطاطس صاديه من كل الاراضي الحجريه بما فيها الحافل البني. ال 78,000 طن دول طلعوا في الفتره من 22 نوفمبر اللي فات لغايه 8 فبراير اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده، او اللي انتهى. فما يقرب عشان نصدر 800,000 طن في فتره وجيزه 3 شهور ونص، ده رقم برضه قياسي اللي احنا نسد بيه صادرات البطاطس طبقا لمعايير الاتحاد الاوروبي، بس هي جلوبال جاز. انا ارجع معاك لحضرتك لبيت قصير، وانا نفسي الدكتور احمد عطار ليه يحط ايده معانا في موضوع الصادرات الزراعات العضويه. احنا يا دكتور احمد عندنا بوتنشال في مصر ما يقرب من 608,000 فدان مسجلين باستثنائيه في البطاطس، وده محصول واعد جدا، بس عندنا بالتوازي محصول الموارد، حضرتك اكيد تعلم هذا، احنا النهارده 1,700,000 طن موارح، وهذه السنه الثالثه على التوالي ان احنا يعني نكسب اسبانيا حتى في كميات الصادرات. بس عندي علم يا العطار ان احنا وليكن 30-40% من الكميه دي تطلع اورجانيك مش جلوبال جاب، عندنا قيمه مضافه للصادرات المصريه حتى بالدولار، حتى تدخل الدوله عمله صعبه. لان حضرتك تعلم يا دكتور عطار ان سعر الاورجانيك في اوروبا ما يكون من ضعف من 2.5 ل 250% ضعف الجلوبال جاب. دي واحده. الثانيه في محاصيل انا اشوفها بتوع عطار لازم حضرتك تتبناها كويس، زي الخرشوف. الخرشوف المساحات بتاعته مساحه ما يقرب من 48,000 فدان في محافظه البحيره وتحديدا في مركز كفر الدوار، عايز نظره عنايه من قطاع الحج الزراعي. بمعنى احنا الدول اللي بتنافسنا في الشرق الاوسط تكون في الخرشوف محدوده. الجوافه نزل ما فيش حد بينافسنا. يعني في محاصيل الشعبان لو اهتمينا بيها وقطاع الحج الزراعي نزل حملات توعيه، انا عارف ان الحج الزراعي عليه حمل كبير جدا
هو مشروع حفر مني في البطاطس. انما عندنا بوتنشال ان الحجم الزراعي من فتح اسواق لليابان والبرازيل والصين في الموالح مثلا والبطاطس، يعني الموالح بالذات تحديدا اكثر اللي المحصول التصدير رقم واحد في مصر النهارده. ممكن لو 30 ل 40% من كميات دي، يعني تخيل ان مصر تصدر 400,000 طن موالح اورجانيك وشعبان. حقيقي. الصادرات بتاعتها اضرابها في 250%، يعني ضعف الصادرات بتاعتنا النهارده بالليل. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية. إزاي دكتور يعني ناخد من كلام دكتور محمد إزاي ممكن الزراعة الحيوية تدعم الزراعة المصرية وتدعم المزارع بصورة خاصة؟ لأني زي ما قال دكتور محمد الزراعة العضوية أسعارها أعلى بره من العادية. طبعا هو زي ما قال الأستاذ الدكتور محمد، هي فعلا الزراعة العضوية المنتجات العضوية كقيمة بتبقى كقيمة تصديرية بتبقى عالية جدا، ولو قدرنا نزود حجم الصادرات من الزراعات العضوية ده هيبقى عائد ليه عائد اقتصادي ممتاز جدا. واحنا كحجر زراعي احنا بنعمل ده بالفعل وبنحاول ندعم ده بالفعل، وفي كل ما يخص الصادرات احنا يعني دايما اي دولة بتطلب او بتسأل عن الزراعات العضوية احنا بنديلها كل المعلومات اللي هي عايزاها. بس خلي بالك برضو احنا مرتبطين بعرض وطلب، يعني انا مثلا لما تيجي دوله هي عايزه تطلب مني زراعات عضويه فبوفر لها بقول لها عندنا الاشتراطات وبديلها كل حاجه وبنصدر لها فعلا، انما لازم يكون في طلب علشان نقدر احنا نصدر على نتجاوب مع ده. انما الحجر الزراعي متفق تماما مع الكلام اللي قاله دكتور محمد، واحنا فعلا طبعا نتمنى ان احنا حجم صادراتنا من الزراعات العضويه يزيد وبنعمل على ده بالفعل. واحنا بنزود احنا بنعمل على فتح يعني لما بنفتح سوق احنا بيبقى ده شامل الزراعات العضويه والغير عضويه الاثنين، علشان برضو المزارع العادي انا بيهمني النسبه الاكبر اللي هي المزارع العادي يستفيد، وبالاضافه للمزارع اللي بيزرع عضوي كمان يستفيد، فانا بعمل الاثنين. فانا مفيش دوله احنا فتحنا لها سوق الا ويشمل الاثنين، يعني لو احنا عايزين نصدر موالح اورجانيك لما جينا فتحنا لليابان للموالح داخل فيها الموالح المنتجات العضويه الزراعه العضويه، فلو عايز يصدر منتج عضوي اهلا وسهلا مفيش مشكله خالص، متاح من خلال حضرتك. متاح طبعا. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد العطار. الحقيقه لسه في اسئله كتير جدا فيما يتعلق بالاسواق اللي تم افتتاحها، اول في برضه مصدرين بيتكلموا على الرسوم والتكاليف الزياده، ده ان شاء الله ناخده مع حضرتك في حلقه ثانيه. وبرضه كنا عاوزين نتكلم اكتر عن اتفاقيه اليوبوف ويعني دعمها للصادرات الزراعيه المصريه، لكن ان شاء الله يكون في لقاء تاني مع حضرتك وناخد فيه كل هذه التفاصيل. وبنعتذر للناس اللي حابه تتواصل معنا، خاصه في متصل من هنا اسمه الاستاذ محمد، بنعتذر له انه ما فيش وقت. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، هنطلع نشوف تقرير مهم جدا عن محصول البونيكام، وهو من المحاصيل المهمه جدا اللي بتتحمل درجه ملوحه تصل ل 10,000 جزء في المليون، وكمان بتتحمل الجفاف وتصلح للأراضي الجديدة، خاصة ممكن تصلح للمغرى أو المناطق الثانية، وبتستخدم ولها استخدامات كتير خاصة كعلاف تسمين للمواشي. هنروح نشوف تقرير مهم جدا عن البونيكام مع دكتور أحمد حمزة وهو مسؤول في شركة نور الهدى للاستثمار الزراعي وهو موقع في أبو غالب. هنطلع نشوف التقرير. ونشكر الدكتور أحمد العطار مرة ثانية، شكرا جزيلا لحضرتك، وتابعونا إن شاء الله وانتظرونا يوم الخميس المقبل 8:00 مساء، ومعكم شعبان بلال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج من سيزرع المليون. البونيكام محصول جديد زراعي واعد للأراضي الجديدة، خاصة اللي درجة ملاحتها عالية جدا في الأراضي الجديدة الصحراوية، في المليون ونص مليون فدان، في المناطق اللي بتعاني من درجات ملوحة عالية. احنا معنا الدكتور أحمد حمزة، هو مسؤول بشركة نور الهدى، وفي نموذج
لزراعه المحصول البنكام. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. اهلا بحضرتك. حضرتك احنا شايفين زراعه في منطقه ابو غالب لمحصول مهم بيستحمل درجه ملوحه عاليه تصل ل 12000 جزء في المليون. عاوز اعرف من حضرتك خصائص هذا المحصول وفوائد الاستثمار فيه او زراعته خاصه في الاراضي الجديده، ايه المميزات الخاصه بهذا المحصول؟ احنا هنا في اخذنا قطعه ارض عشان بنعمل فيها مشاريع استصلاح طحالب، لكن كميه الارض عندنا كانت كميه على بعضها حوالي 20 فدان. ال 20 فدان كان فيهم جزء قلنا نستفيد منه في عمليه الزراعه، لكن المياه عندنا هنا معديه ال 4000 جزء في المليون، فقعدنا نفكر في اي محصول ممكن يتحمل الملوحه العاليه، فكان تفكيرنا في محصول زي محصول البونيكم. محصول البونيكم بيتحمل درجه ملوحه بتصل ل 12000 جزء في المليون، هو محصول عالي فيه نسبه بروتين فيه عاليه ومستصغر بالنسبه للحيوانات، بيتحمل الملوحه العاليه، بيتحمل درجه ملوحه التربه وملوحه الارض، بيتحمل بينتج طول السنه، محصول مستديم الخضره. فده كان تفكيرنا ان احنا نتجه لهذا المحصول وان احنا نزرعه بحيث ان احنا نعمل جزء انتاج حيواني اضافي في الشركه، بحيث ان احنا نستفيد بالارض ونخضر الارض اللي موجوده عندنا. طب يعني بالنسبه للتقاوي او البذور الخاصه بهذا المحصول، هل هي مستورده ولا محليه؟ الجدوى الاقتصاديه الخاصه به، يعني هل هو مجدي اقتصاديا لمزارع حابب يستثمر فيه في الاراضي الجديده اللي درجه ملوحتها عاليه اللي صعب يزرع فيها اي محصول تاني؟ هو اولا هو بالنسبه للتقاوي انا جبتها عن طريق مشتل احد الاصدقاء، كنت كلمته قال لي انا اعرف مشتل واتصرف لي وجاب لي منه المشتل. حد سالته عن مصدر البذور قال لي ان المصدر كان مستوردها، فلانها غير متوفره في اي مركز بحث للاسف او منفذ بيع للبذره، لان انا قعدت فتره ادور عليها. المحصول كنت قريت عنه كان محصول واحد مزروع في كذا منطقه في العالم، فكنت قريت عنه أبحاث فكنت حابب إن أنا أزرعه، بس الحمد لله وصلنا للبذرة بتاعته وقمنا بزراعته. الفكرة إنه محصول بيديك حشة تقريبا كل شهر في الصيف، بتوصل ل 45 يوم في الشتاء، مستديم الخضرة، مستزغل الحيوان، بيتحمل درجة الملوحة، بيتحمل درجة ملوحة التربة وملوحة الأرض، فبالتالي هو يعتبر حل لمشاكل الأراضي القحلة اللي موجودة عندنا. كأن أنا بعمل مسطح أخضر، استهلاكه المائي متوسط، فبالتالي أنا بحل المشكلة اللي موجودة عند ندرة المية، ملوحة التربة، ملوحة المية. بقدر اوفر جزء، اوفر علف اخضر للانتاج الحيواني، نسبه البروتين فيه عاليه، فبالتالي بقدر اعمل عمليه كتسميد ليه. المتخصصين طبعا يقدروا يفيدونا في حاجه زي كده اكتر، بس انا مجرد ان انا بنشر تجربتي اللي انا اقدمته وعملتها بالفعل. ده يعني ان احنا ممكن يعني نزرع هذا المحصول في الاراضي الجديده زي المليون ونص من الفدان، خاصه منطقه المغره. يعني حضرتك عارف من خلال متابعه حضرتك ان منطقه المغره درجه الملوحه فيها عاليه، بالاضافه ايضا في بعض المناطق في غرب المنيا واراضي المليون ونص من فدان مشروع القومي في اراضي في نسبه ملوحتها عاليه. هل يمكن الاستثمار في هذا المحصول في هذه المناطق كاستثمار بالنسبه لشخص ممكن حابب يعمل مزرعه انتاج حيواني او مزرعه دواجن وحابب يعمل معها هذا المشروع؟ انا بالفعل زرت منطقه المغره وبالفعل شفت ناس عاملين مربين انتاج حيواني على محصول البونيكم، وكان الانتاجيه عنده كانت لا تقل كفاءه عن كميه الانتاج اللي موجود عندي في الارض حاليا. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد حمزه، شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله يكون في خلال الفتره الجايه معلومات اكثر عن هذا المحصول المهم في الاراضي الجديده، خاصه الاراضي اللي بتعاني من درجات ملوحه عاليه. شكرا جزيلا. تحت امرك يا فندم. تحت امرك ان شاء الله. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم. يعني من المحاصيل الواعدة اللي تتحمل درجة ملوحة عالية خاصة في أراضي المليون ونص المليون فدان، في ظل سعي مزارعين أو منتفعين هذا المشروع لأي فرصة لزراعة المحاصيل المجدية اقتصاديا، نتمنى خلال الفترة الجاية يكون في توسع في هذا المحصول وشغل من المراكز البحثية عليه لتطوير سلالات جديدة منه. شكرا جزيلا لكم متابعونا في برنامج من سيزرع المليون. شباب في الكون مصر هتزرع كذا مليون.
قررنا نصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر احنا.